الفلاني. عموما الراجع عند كرتين، هذه الكرة الأولى الراقية القدم الراقية. مبروك مبروك للرجاء الرياضي، اللقب لقب كأس العرش، نعم الكأس الثامنة تدخل لخزائن الرجاء الرياضي بعد الركلة الأخيرة التي نفذها عصام الراقي. إذن الرجاء اكسب هذا الحوار واكسب الكأس الثامنة وفرحة الجماهير الرجاوية بهذا اللقب. عموما الرجاء بمسارة تستحق اللقب، ولكن أيضا تحية كبيرة جدا. هذا هو عصام الراقي اللاعب الراقي بأدائه يتسلم الكأس الفضية، كأس العرش. مبروك، ألف مبروك لفريق الرجاء البيضاوي، التتويج باللقب الثامن في مسيرته، وحد أوفر لفريق الدفاع الحسني الجليلي في المناسبات القادمة. إذن الرجاء بطل لكأس العرش، الرجاء سيكون حاضر في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي إلى جانب النهضة البركانية، بينما الدفاع سيرافق الوداد الرياضي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. إذا مشاهدينا الكرام بهذه الصور أودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى.